الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. أعلن لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت بعد أن حققت القوات المسلحة أول نصر حقيقي للعرب. نصر أكتوبر 73، حكاية شعب. إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2024، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد! سلام! سلاح! وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح عددا من قدامى قادة حرب أكتوبر. وعددا من قادة القوات المسلحة. وعددا من كبار رجال الدولة. ثم توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. كما ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبناءه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. كما عقد السيد الرئيس اجتماعا موسعا مع قيادات القوات المسلحة
تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كما تطرق إلى الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة. وفي نهاية الاجتماع وجه السيد الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة ينعم شعبه بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمعاونة إلى دولة لبنان، أقلعت طائرة مصر للطيران تراس بوينغ 777 من مطار القاهرة الدولي، محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية للشعب اللبناني الشقيق للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة التي يعانون منها جراء العمليات العسكرية الراهنة. وشملت المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والبطاطين لدفعها إلى المستشفيات اللبنانية والمناطق الأكثر احتياجاً. يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات. بيعمل خير في الناس وبيسندهم وقت الجد، ده مفيش أجمل من إحساس إنك تقدر تسعد حد. إنت شايلني بكرة أنا شايلك، الخير واخد لفة وجايلك، الأيام هترد جمايلك، كل اللي عملته هيترد. انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني، نفذت المنطقة الشمالية العسكرية المرحلة الثالثة من حملة بلدك معاك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. تضمنت المرحلة الثالثة من الحملة توزيع 1000 شنطة مدرسية بكافة مستلزماتها الدراسية على طلاب المدارس من الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظات نطاق المسؤولية للمنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. فضلا عن تنفيذ قافلة طبية بمحافظة الغربية شملت 18 عيادة لمختلف التخصصات الطبية وثلاث صيدليات تقدم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الندوات التثقيفية الصحية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة. وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة تم إجراء الكشف الطبي على طلاب المدارس بنطاق المحافظة ليصل إجمالي عدد المنتفعين بالخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال القافلة إلى 17,315 مواطناً. القافلة موفرة كل شيء، كشفنا عندنا علاج وكل حاجة، عملوا لي تحليل شامل والحمد لله، ما حدش همل في طلبنا وادونا علاجنا وقايمين بالواجب على أجمل واجب، وبيكشفوا على الناس ببلاش والعلاج ببلاش وكل حاجة ببلاش، وربنا يسترها عليهم دنيا وآخرة يا رب. أحسن حاجة فيها كمان إن علبة العلاج اللي مش تقدر تجيبها من برة هيدوها لك هنا. والله ما شاء الله القافلة يعني تمام قوي، وأنا جيت امبارح كشفت أوعية وجيت النهاردة كشفت عظام. ربنا يشفي كل مريض، ربنا يسترها معاكم ونجوكم من كل شر يا رب. شكرا حملة بلدك معاك. شكرا حملة بلدك معاك. نشكر حملة بلدك معاك. نشكر حملة بلدك معاك ونشكر القوات المسلحة على المجهود اللي عملته معانا. وأكد اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية
حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لدعم جهود التنمية الشاملة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصري العظيم. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. هنا القاهرة. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. نصر أكتوبر 73، حكاية شعب.